السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. اليوم حبيت أنه أتحدث معكم عن فد موضوع معين شاهدته موجود يعني أونلاين في كورس خاص باللينير الجبرة منذ مدة من الزمن. الموضوع هو باختصار كيفية حساب الديترمينانت أو المحدد لمصفوفة ثنائية البعد وثلاثية البعد. سابقا مثل ما هو معروف يعني إذا كانت لدينا مصفوفة مثلا A تساوينا فد رقم معين A B C D مثلا، يعني هذه مصفوفة ثنائية الأبعاد عادة هو الديترمينانت نحسبه أو المحدد للمصفوفات اللي هي سكوير ماتريكس يسموها، المصفوفة المربعة اللي هي يكون عدد الصفوف بها يساوي عدد الأعمدة. هنا إذا كانت عندنا مثلا هذه المصفوفة فمثل ما يعني كنا متعلمين سابقا أنه الديترمينانت الخاص بهذه المصفوفة A يساوي لنا الـ AB الـ AD ناقصا الـ BC، يعني حاصل ضرب هذين العنصرين ناقص حاصل ضرب هذين العنصرين، فهذا هو راح يطلع لنا فد عدد يعني محدد، يعني مجرد انه نقوم بحسابها. فالفكره من الديترمينانت انه تحويل مصفوفه تحتوي على الكثير من العناصر الى رقم واحد، رقم راح يكون هنا هذا عندنا رقم قد يكون رقم صحيح او رقم كسري او عشري او حتى رقم مركب. هذا طبعا شيء يعني واضح وسهل ومعروف بالنسبه للجميع. الفكره الثانيه اللي هو حبيت انه اركز عليها لانه هي الاهم بالنسبه لي، اذا كانت عندنا مصفوفه ثلاثيه البعد ولتكن مثلا A B C D E F H I J مثلا، A B C D E F H I J مثلا، هذه مصفوفه اللي هي 3 في 3. هنا سابقا احنا كنا نقول بانه الديترمينانت الخاص بها بانه ناخذ الـ A لوحدها، طبعا هنا نقول زائد وهنا نقول ناقص ثم زائد، ناخذ الاي لوحدها ثم نحسب الديترمينانت الخاص بهذه المصفوفه، ثم نرجع ناخذ البي لوحدها ونحسب الديترمينانت يعني المصفوفه اللي هي دي واف واتش وجي الى اخره، يعني خطوات طويله جدا. الا انه يعني ببساطه يعني هي نفس المصفوفه اذا عدنا كتابتها هنا اي بي سي دي اي اف اتش اي جي مثلا، هذه مصفوفة نفسها. من خلال هذا الكورس اللي اشتركت به قبل مدة اتضح أن هناك طريقة سهلة جدا لحساب الديترمينانت الخاص بها، وهي أنه نأخذ العناصر الموجودة في القطر الرئيسي اللي هن A E J A E J زائدا ال B F H اللي هو يعني تعتبر أنه لو كانت هذه المصفوفة مستمرة يعني ال B وال F وبعد ذلك هنا ال H B F H زائدا C والدي والاي C دي اي C ثم دي ثم اي، هذه هي الثلاث عناصر الاولى ناقصا البقيه كلهن راح ناخذهن بالعكس اللي هو راح ناخذ السي اي اتش سي اي اتش ناقصا البي والدي مع الجي بي دي جي واخيرا ناقصا العنصر الاخير اللي هو الاي مضروبا في الاف والاي اي اف اي. فهنا تلاحظ بانه يعني المصفوفه اللي هي 3 في 3 الديترمينانت الخاص بها راح يكون يتكون من هذه الست عناصر اللي هي ست ارقام، طبعا هذين يتم يعني 3 من علامتهم موجبه و3 من علامتهم سالبه، طبعا هذين كلهم بعد ما تقوم بحسابهم ايضا راح يكون عندك رقم واحد. فهذه الطريقة يعني شفتها أنا سهلة جدا ومفيدة خصوصا لطلبة البكالوريوس أو الماجستير أو حتى الدكتوراه اللي هم دائما يكونون في حالة يعني حاجة لحساب هذه الديترمينانتس إذا كانوا يحتاجون لحسابها باليد، طبعا لأنه هناك الكثير من السولفرز أو الكالكوليترز الموجودة أونلاين لحساب هذه الأمور اليوم، يعني ليس هناك حاجة لحساب أي من هذه الأمور بشكل يدوي إلا إذا كانت هو جزء من الامتحان يعني طبعا وتحتاج أنه تقوم بحسابها بورقة وقلم. فلاحظت بأنه هذه الطريقة سهلة جدا وأتمنى أنها تكون مفيدة للجميع. شكرا جزيلا ونلتقيكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة.